K1, K2, sinis, o kare, KA, K2, o kare. هنايا كيفاش ديروا باش توصلوا لهذه؟ غادي غير نعطيكم لا ميثود باش كيفاش ديروا توصلوا لها. غادي تنشروا هنا شنو عندي؟ هنا كانت عندي او كاري، اتونسيون، هنا لو تو او كاري. غادي تنشروا هذه، غادي تنشروا هذه، وغادي يبان لكم تما واحد لو تيرم اللي غادي تجمعوه مع الكوسينيس. وغادي المهم منين تنشروا هذه غادي يبان لكم، يعني الحساب طويل. يعني تنشروا هذه فين؟ غادي تعطيكم، غادي تعملوا بان سير كا ان كا دو او كاري. تنشروا هذه تعطيكم كا دو لا بويسونس 4 بليس كا ان لا بويسونس 4، وتزيدوا واحد لو تيرم وتنقصوه باش تحاولوا توصلوا لهذه، باش تحاولوا توصلوا لهذه. يعني هذه غير الا بدينا الحساب غادي نطولوا فيها في الحساب، يعني ماشي سهله، يعني ماشي سهله، سهله ولكن طويله في الحساب، يعني بحال الفيديو غادي تطول فيه وصافي. المهم انت نهار الامتحان اللي عطاك تحاول توصل له غير هذه. حنا راك ساليت صافي، هو ماشي قال لك دي طايي كاع بحال هكا. نمشيو للكوفيسيون دو ريفليكسيون، كوفيسيون دو ريفليكسيون اللي هو ار. ار عاوت سمو كيساوي لي قلنا هي في ريفليشي، يعني في لوند ان ريفليشي على في اي انسيد، يعني في ان انسيد لا نورم ديال في اي ريفليشي هي ا ان بريم ديفيزي بار ديال لانسيد هي اي ان. هادو ديجا كنت حسبتهم، ديجا كنت حسبتهم في الرأي ان اي ان اي ان، ما عنديش اي ان سير اي ا، يعني تسحبت لينا حسبتهم، ولكن انا حسبت اي 3 اي ان اي 3 باش نسهل على راسي الكالكي باش نلقاها. عندي اي ان بريم سير اي 3 نضرب ونقسم في اي 3 سير اي ان، هذه ديجا حسبتها وهذه هي ديالي، هي اللي انا باغيها، هي اللي خصني نحسبها، هذه راني حاسبها فين حسبتها، حسبتها في الترانسميسيون هي هادي، هي هادي حسبتها. دونك نمشي نحسب وعندي اي بريم سير اي 3 شحال كتساوي، اي بريم سير اي 3 شحال كتساوي، ها هي فينا، كتساوي لي اي ك2 او كاري موان ك1 او كاري ديفيزي بار زوج ك1 ك2 سينيس ك2 فوا. دونك ار ايغال اي ك2 او كاري موان ك1 او كاري سير زوج K1, K2, sinus K2 fois A, fois A3 sur A1, A3 sur A1, هي هذه، هي هذه، ولكن كنت ديطاييتها، فوالا، هي هذه. نعوض كات كا ان كا دو اكسبونونسيال موان اي كا ان فوا ا ديفيزي بار موان زوج اي سينيس كا دو فوا ا فاكتور دو 1 plus K1 sur K2 au carré plus 4 K1 sur K2 cosinus K2 fois. Voilà.
دونك هنا خصني غير نزيد نحسب باش نشوف فين غادي نوصل. دونك هذا الا بغيت نمشي بهذه الطريقه غادي نطول على راسي الحساب. دونك هكا ار، ولكن انا طالبين مني ار كويفيسيون اللي هو ار في ار ايطوال، متفقين معايا؟ سيتادير هو هذا اسمه هو تي، هو تي سيتادير هو ا بريم سير ا 3 في ا 3 سير ا. هذا شكون هو؟ ار ار بريم شكون هو؟ ار ايطوال هو ا بريم سير ا 3 ا 3 سير ا 1 هادي ايطوال. يعني ار ايكال ا يعني تعطيني لا نورم ديال ا بريم سير ا 3 او كاري، وهذه هي ا 3 في ا 1 في ا 3 سير ا 1 ايطوال. سيتادير تعطيني ا بريم سير ا طوال او كاري، فهذه شكون هي؟ هي تي تي، وهذه هي تي ايطوال. دونك غادي تساوي لي ا بريم سير ا 3 او كاري في تي، متفقين معايا؟ و تي يعني ديجا وصلت له واحد ليكسبريسيون تري سامبليفي فين درتو. فوالا هو هذا، هو هذا. دونك هو هذا ولا هذاك اللي قلت لكم داروه برو. دونك عندي انا اي ا بريم سير ا 3 عاد خرجتها بالراحه، شفت تلفوا لي الورق وكثرت الورق كلشي تلفته. هي هذه اي بريم سير ا 3 او كاري، يعني هي في البريم ديالها، البريم ديالها غادي يكون هو الموان يعني غادي تعطيني بحال هكا. دونك ار غادي يساوي لي هادي او كاري اسمو هي ابري، هادي في الاطوال ديالها، هادي في الاطوال ديالها، هادي هي هادي هي فينا هي اي ك2 او كاري موان ك1 او كاري سير جوج ك1 ك2 سينيس ك2 ا في الاطوال ديالها. يعني غير هنا ندير موان غادي تعطيني، يعني هاي غادي نولي نورمالمون نكتب موان اي في هاد الشيء ها هو فين، يعني موان اي اي في اي تجيب الموان والموان في الموان تجيب بليس. دونك هنا تولي لي بليس وهاد الشيء يولي او كاري، هاد الشيء يولي لو تو او كاري الشيء اللي بغيت نوصلو هنا في تي. دونك سما تعطيني ار ار تعطيني ك2 او كاري موان ك1 او كاري سير 4 ك1 او كاري ك2 او كاري هنا بلوس او كاري سينيس ك2 فوا ا او كاري هنا فوا تي شي اللي كاين فوا تي. فوا تي قلنا تي شحال عطاوه هنا ار، هذاك اللي وصلنا له حنايا نقدروا نعوضوا بداك، ولكن هما اللي وصلوا لهم يعني قلت لكم دابخي يعني كالكيل بزاف ك2 او كاري
موان كا ان او كاري راني درتو في الورقه ماشي ما درتوش ها هو راني درتو يعني في كالكيل طويل راه خرج لي هذاك الشيء اللي عنده راني خدمت قبل ما ندير الفيديو فين درت الورقه ني كالكيل تري لون باش تقدر توصل له ما عرفت فين حطيت الورقه المهم هو درتو درت الكالكيل ديالو كي ما عقلتش فين حطيت الورق درت هذا الكالكيل اللي يعني ان سيركل راني نوريكم كادو كاري كادو كاري سينيس كاري كادو فوا ا تي تي هي واحد سير ان بليس يا الله K2 au carré moins K1 au carré sur Zouj K1 K2 Sinis KA au carré. هذا راه خرج ليه كيما هكا ولكن راه واحد الكالكيل تري لونغ يعني في الكالكيل اللي وصلنا له حنايا غير هذا اللي وصلنا له يعني كتزيد عاد عليه شي تسحابو ساهل يعني غير من هذا غير من هذا راه غادي تزيد عاد عليه الشيء اللي درناه دونك غادي نضربوا هذا هنا في هذا الشيء اللي عطينا الله هنايا عطينا ار ك دو او كاري موان ك ان او كاري سير جوج ك ان ك دو لو تو او كاري سينيس او كاري ك دو فوا ديفيزي بار ان بليس ك دو موان ك ان carré divisé par zouj k1 k2 le tout carré non le tout au carré sinus k2 fois a le tout au carré voilà هذه هي الاخر دونك حنايا هنا خصنا واحد ديسكيسيون على هاد الار و تي حنا منين اسمو هو الار الا كان عندي الار بلاتي انا نشطنا هداك الا كانت عندي الار ايكالا ان هذا شنو كيعني كيعني بلي ان تي ايكالا زيرو يعني هنايا با دو ترانسميسيون با دو ترانسميسيون با دو ترانسميسيون متفقين معايا إذا كانت عندي R إيكالا زيرو هادي شنو كتعني بلي أن T إيكالا أن حيت المجموع ديالهم علاش كنديرو هكا حيت T T بليس بليس R خصها تساوي لي واحد المية في المية يعني لوند راه جاية المية في المية يعني إلا خمسين في المية تغيف لي شات 50% راه دازت دونك 100% كنعبروا عليها بالواحد متفقين معايا يعني لوند راه ماشي شي حاجه اللي 70% دازت و 30% رجعت بحال هكا الا كانت كلها رجعت يعني ما دازت حتى حاجه و الا كانت ما رجعت حتى حاجه يعني كلها دازت يعني هنايا كنقولوا با دو ريفليكسيون با دو ريفليكسيون فهمتني يعني هنايا لون يعني ترانسمي اون توتال توتال يعني هنا منين تكون عندي ار ايكالا ان و تي ما كاينش يعني كلها ريفليشن هنا كنسميوه اوباك اليو اوباك هنا هنا يعني ميتاليك شي حاجه ميتاليك يعني لو شون الكتريك كلا زيرو بحال المرايه هنا ميروار ميروار كلها كتغيفليشه يعني الصوره ديالك ملي كتشوفها كتغيفليشه ترجع لك
دونك فوقاش ار ايكال زيرو وفوقاش ار ايكال ان. هنا ملي كتكون ار ايكال ان ار ايكال ان لوند كتكون جايه مثلا هذا هو ديال البارير لوند كتكون جايه كتضرب فيها او ترجع يعني هذا لوند هنا سوا كيكون الميتال ميتال عنده واحد في كونستانت الا كنا نهضروا على لو شون الكتريك مثلا في ليزيكواسيون دو ماكسويل في كونستانت دونك لو شون اللي كيضرب في هذا الميتال كينعدل ايكال زيرو دونك ما كيدوش ما كيدوش علاش الاو كتساوي موان غراد في موان غراد في الا كان واحد الميتال عنده في كونستانت يعني في جميع الاتجاهات دونك الغراد اللي هو دي دو في سير واحد لونغور مثلا نسميوه اكس سير دي دو اكس ايكال زيرو يعني نو ديبوند با دو اكس دونك هنا الا كانت تساوي زيرو لو شون ستاتيك ايكال زيرو دونك الا كان لو شون ايكال ستاتيك ايكال زيرو دونك لوند هنا كتنعدل وكتغيفليشا بحال كتبان لك تغيفليشا الصوره ديالك على المرايه مثلا في المرايه داكشي اللي كيوقع لها هادشي اللي دايرينها ميطالي دونك الا كانت مثلا واحد ار يعني جات لوند كلها تغيفليشات يعني لوند راها رجعت اون توتال يعني كنكونوا في لا زون ولا الفينومين دو ريزونونس يعني لوند ايكيفالونس مع هذا مثلا الكوفيزون دو ريزونونس ولا الفينومين دو ريزونونس مين كيكون عندي لوند توتالمون غيفليش او لا مثلا الى ار ايغال زيرو كما قلنا يعني ار ايغال زيرو يعني ما كاين حتى شي حاجه فاتت هنا كيكون ميليو ترونسبارو يعني كيفوت 100% لوند يعني هذا الشيء اللي نقدروا نقولوه في هذا ليكزيرسيس تو سامبلون. شنو نقدر نضيف شنو نقدر نضيف بلي ان من خلال ان احنا في هذا لو تيرم في هذا لو تيرم اللي لقيناهم ار و تي لقينا ار عندها واحد ليكسبريسيون اللي هو هذا ليكسبريسيون هذا باش تساوي ار ايكال زيرو يعني هذا خصو يكون يساوي زيرو يعني سيتادير هذا يساوي زيرو ولا هذا يساوي زيرو هذا يساوي زيرو يعني ك1 خصها تكون تساوي ك2 يعني هذا امبوسيبل يكون ك1 تساوي ك2 ما يمكنش حيت عندنا البوتونسييل ك2 نونيل ا نونيل يعني سينيس او كاري ديفيرونت زيرو يعني فوقاش تكون تساوي زيرو هذه دونك سينيس ك2 A إيكال زيرو هذا شنو كيعني كيعني بلي ان ك دو A إيكال ان فوا بي دونك فوقاش هاد الكويفيسيون دو ريفليكسيو يكون يساوي زيرو يعني منين تكون ك دو إيكال ان فوا بي سير A إلا كانت A دو إيكالا إن بي سير دو سير أ فهنا الآر غادي يكون يساوي زيرو يكون عندي ترونسبار مي بالنسبة لمن بالنسبة لتي بالنسبة لتي ها هو فينا تي هو هذا تي اي توجور toujours يعني on remarque que t toujours différent de zéro هذا شنو كيعني يعني لون تو ضروري غادي تدوز وهذا لوجيك علاش لان البوي دايره بحالها البوي دايره بحالها عندنا البوسيبيليتي ان الار تساوي زيرو قلنا واحد يعني ما تكونش تغيفليش مي هنايا يعني توجور لون دوز توجور يعني ما كاينش شي مانع واصلا هذه ما تقدرش تساوي زيرو هذه ما تقدرش تساوي زيرو ها هي ما تقدرش تساوي زيرو يعني توجور تساوي ديفيرونت زيرو علاش لان لوند ملي توصل هنا ضروري غادي تلقى هاد البلاصه اللي هنايا لقات البوتونسييل هنا عاد تزيد تكون اكسيليري
هنا تكون اكسيليري لوند اكسيليري في هذه البوزيسيون كتكون اكسيليري دونك غادي دوز بحال واحد المرة جاي من هنا ما كاينش ليه هبط هذا ماشي لوجيك دونك بويسكو لقينا تي توجور ديفيرون زيرو يعني هذا الشيء راه لوجيك اللي كنخدمو المهم باش ما نطولش في الفيديو هاني ساليت ليكزيرسيس 3 دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس 4 نرتاحوا شويه ورجعوا يلا مع السلامه.